قصة جمال. جمال كان أخصائي العلاج الطبيعي، وكان يعمل في أمريكا مع الأطفال ذوي الإعاقة، ثم بسبب الأزمة المالية رجع إلى الفلبين. وفي يوم من الأيام كان يتصفح الإنترنت فرأى صفحة خاصة بالعملات، فرأى العملة الريال العماني فأثار فضوله فضغط عليها ففتح موقع خاص بعمان، ومن ثم هناك إعلان خاص بوظيفة في العلاج الطبيعي للأطفال ذوي الإعاقة في عمان. فهو في نفسه قال دعني أضغط وأرى ماذا سيحدث. لم يكن مهتم بهذه الوظيفة لكنه ضغط، وبعد ساعتين فقط جاءه اتصال من عمان وأجروا له المقابلة في الهاتف، ثم عرضوا عليه الوظيفة. بعد أسبوعين وصل عمان. لما وصل عمان اشتغل في مركز خاص لرعاية المعاقين. في الأسبوع الأول أتى أحد أولياء الأمور وقدم له مصحف مترجم، فقال له ما هذا؟ قال له هذا هو القرآن اقرأه. فقرأه ولم يفهم فتركه. في الأسبوع الثاني أتى ولي أمر آخر وقدم له المصحف، فقال له خذ هذا. وبعد شهر أتى ولي أمر ثالث وقدم له مصحف ثالث، فاختلط الأمر مع جمال وقال ما هذا؟ لماذا يقدمون إلي هذه المصاحف؟ أنا محتار، ولكن من سيزيح حيرتي هو الله سبحانه وتعالى. فتحدث إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة بلغته وبطريقته الخاصة وقال يا الله، إذا كان هذا الدين هو دين الحق فأريد دليل منك، وأنا أشترط عليك الدليل. هو يشترط على رب العالمين. فقال هناك طفل في هذا المركز مقعد، أي معاق، طول اليوم هو ملقى على الأرض لا يتحرك أبدا، وجهه على الأرض وهو على الأرض دائما. إذا كان هذا الدين هو دين الحق فأريدك أن تجعل هذا الطفل ينظر إليه ويبتسم. فالذي خلق السماوات والأرض أليس بقادر على هذا الدليل التافه من جمال؟ فالله سبحانه وتعالى أخبره سترى الدليل الذي سوف يأتي إليك. وفي اليوم التالي نسى جمال موضوع الدليل الذي طلبه من رب العالمين، وكان يعمل في الحاسوب، والولد بقربه على الأرض، فإذا بالطفل يقف ويتقدم إلى جمال ويضرب رأسه برأس جمال وينظر إلى عينيه ويبتسم ويقول بعينيه أهذا دليل كافي يا جمال لتعتنق الإسلام أم تريد المزيد؟ اقشعر بدن جمال ولم يستطع أن يتحدث أو يفعل أي شيء، كان مذهولا. هذا الطفل لا يتحرك معاق، وقف وتقدم وأتى إلى وجهه وابتسم. في نفسي جمال يقول في نفسي يا جمال ألم يئن لك أن تدخل إلى هذا الدين؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولم يكتفي الله بهذا، فقال جمال من ذاك اليوم كل يوم أدخل المكتب الطفل ينظر إلي ويبتسم ليذكرني بالدليل الذي طلبته، أي أن هذا الذي حدث ليس بصدفة، إنه أمر من كان بأمره كن فيكون.